غادي نحاول نهضر معاكم على اكثر حاجه كتدمر لي جون في هذا الوقت ديالنا، الماستربيشن ولا العاده السريه. غادي نحاول نهضر لكم على هذا الموضوع بواحد الطريقه اللي ما عمركم شفتوها في الانترنت من قبل. ما غاديش نبقى نزوق الهضره وغادي نكون معاكم ديريكت. الموضوع فريمون خطير وغادي نحاول نشوف معاكم جميع الجوانب ديالو، كيفاش حتى كتبلا، اش كيقول الدين في هذا الشيء، شنو الاضرار ديالو عليك نفسيا ولا حتى صحيا. كنوعدك الا كملتي معايا الفيديو من الاول حتى الاخر غادي تكون فهمتي هذا الفيلم كامل وما عمرك غادي تعاود تقرب ليها من بعد. قبل ما نبداو دير معاك واحد سبسكرايب للقناة وفعل الجرس، حيت الفيديوهات اللي غادي يكونوا فيها من هنا لقدام مهمين بزاف وغادي ينفعوك في حياتك. المهم انا بعدا علمت، اجيو نشوفوا بعدا علاش كنتبلع. في هذاك لاج ديال المراهقه كيكون عندنا كلنا واحد الفضول باش نكتشفوا الذات ديالنا، ودابا كنهضر على الدراري وعلى حتى البنات. وحيت في المغرب وفي البلدان العربيه المسلمه كامله ما عندناش هذيك الثقافه الجنسيه، وما عمرك كتلقى واحد الاب ولا واحد الام جالسين مع ولدهم ولا بنتهم وكيشرحوا لهم هادشي. داكشي علاش هذوك الاسئله كاملين اللي كيكونوا عندنا في راسنا كنسولوا غير صحابنا اللي حتى هما ما عارفين والو. والريفلكس الاول اللي كنديروا هو كنمشيو ندخلوا للمواقع الاباحيه، كنتفرجوا في افلام اللي كيعطيونا واحد النسخه هلاميه على الجنس، كيعطوك واحد النسخه مثاليه اللي ما عندها حتى علاقه بالواقع. في الاول كتكون باغي غير تكتشف، ولكن من بعد ما كتفرج في واحد الفيديو جوج ثلاثه كتولي تجيك هذيك الاثاره الجنسيه، هنا كتولي باغي تجرب. ولكن بما انك انت باقي صغير في العمر وعارف انه داكشي حرام دينيا، كيبقى لك الحل الوحيد هو الماستربيشن. كتدخل تسد عليك في واحد البلاصه اللي ما كيشوفك فيها حتى شي واحد وكتجرب، وبطبيعه الحال هذيك النشوه اللي كتحس بها كتعجبك بزاف، هادشي اللي كيخليك تعاود ديرها غدا وبعد غدا وبعد بعد غدا والسيمانه الجايه وحتى العام الجاي، وبلا ما تشعر ها انت تبليتي. الكونسوماسيون ديال المشاهد الاباحيه ولا حتى الماستربيشن بليه فحالهم فحال اي بليه اخر، واخا دماغك كيبقى يكذب عليك وكيقول لك انا قادر نحبسها وقت ما بغيت، جرب بصح تحبسها غتلقى راسك ما قادرش. في اللحظه اللي انت كتفرج في هذاك النوع من الافلام وكدير العاده السريه، النيفو ديال الدوبامين وجميع الهرمونات ديال السعاده والنشوه كيكونوا طالعين في الدات ديالك، وبمجرد ما كتسالي كيهبطوا بواحد الوتيره سريعه. داكشي علاش من المتداول بين كاع الناس اللي كيديروها كيقولوا باللي مجرد من بعد ما كيساليو كيندموا وما كيبقاوش حاملين راسهم، ولكن غير كينعسوا وكيجي الغد ليه عاوتاني في نفس الوقيته دماغه كيبغي هذيك الجرعه ديال الدوبامين، يعني كيعاود يدير نفس الحاجه، كيطلع الدوبامين كيسالي كيعاود يطيح وكتبقى تعاود نفس الحاجه. ولكن اللي خطر من هادشي كامل هو انه العاده السريه وهاد الافلام كيخربوا لك الدماغ ديالك. كيف ما قلت لكم فحالهم فحال اي ادمان، في الاول واحد الجرعه قليله كتكون كافيهك، كتفرج في فيديو كيعجبك وكتوصل لهذيك النشوه، ولكن فاش كتدخل معاك البليه وكتدوز واحد المده وانت كديرها كيولي داك الفيديو العادي ما كيقضي معاك والو، وكتخصك شي حاجه لاكثر اثاره باش تعاود توصل نفس الحاجه اللي كنتي كتوصل ليها من قبل. هادشي اللي غادي يخليك تدخل واحد الفيديوهات اللي فيها عنف ولا فيها شي حوايج غير عاديه باش يلا تحس بهذيك المتعه والاثاره اللي كنتي كتحس بها شحال هادي، ومن بعد حتى هاد الفيديوهات اللي عنيفه غتولي تجيك عاديه وغتولي تقلب على ما ابعد من داكشي، وتقدر توصل بك حتى لانك تبدا تتفرج في المثليين باش يلا تثار جنسيا وتوصل لهذيك النشوه. هادشي من جهه، ومن جهه اخرى كتولف واحد الحاجه اللي ما كايناش في الطبيعه. نورمالمون الانسان باش يحصل على هذيك المتعه الجنسيه على مر التاريخ كيخصو يتلاقى بواحد البنت، يتعرف عليها، يدوزوا مده طويله مع بعضياتهم حتى لواحد النهار وكيوصلوا لهذيك العلاقه. العاده السريه كتدمر لك هذا البروسيسوس كامل، بما انك كتختصر هذه المراحل كامله وكتقدر تحصل على هذيك المتعه وقت ما بغيتي، هادشي كيخليك تولي تمل دغيا وما تبقى تصبر في حتى شي حاجه. اي حاجه كديرها في حياتك كتولي تبغي تلقى النتيجه مباشره، ولا تعطلات عليك غير شويه كتفقد فيها الشغف، بلا ما نهضروا على انك ما كتبقاش اجتماعي وما كتبقاش اصلا تميل للجنس الاخر، حيت في راسك كتولي تقول هذيك المتعه اللي غادي نضرب عليها التماره كامله نقدر نشد غير تليفون ونوصل ليها في جوج ثواني. اما في الجانب البدني العاده السريه كتخليك دائما ضعيف، ما عندكش السفل، الشعر ديالك كيطيح، كينوض لك الحبوب في ذاتك كامله، وحتى من معدل ديال هرمون الرجوله اللي هو التستوستيرون كيكون عندك ناقص. في هذه النقطه كنهضر مع الدراري اكثر من الدريات. السائل المنوي ديال الراجل بحال اللي قلتي هو هذاك المازوط باش كيمشي، وقد ما قدرتي تحافظ عليه وتخليه في ذاتك قد ما كتكون عندك واحد الكاريزما وواحد الجهد وكتكون واجد انك دير حوايج كبيره في حياتك. بخلاف الا كنتي كتمارس العاده السريه كل نهار غادي تلقى راسك ديما فاشل وما عندك طموح لحتى شي حاجه وما باغي دير حتى شي حاجه في حياتك. داكشي علاش الا كنتي انت ما كديرهاش وشي واحد في المحيط ديالك عارفو كيديرها غادي تلقى فيه هاد الاوصاف اللي قلت لك دابا. اما بالنسبه للجانب الديني كلكم عارفين انها حرام، ما نحتاجش نبقى نجيب لك احاديث ولا دلائل شرعيه، غير انت بينك وبين راسك قول لي واش كتجيك هاد العاده هادي معقوله وتقدر ديرها.
تخيل معايا تشد كاميرا وتسجل راسك في الوقت اللي انت كتمارس هذا العاده، ومجرد ما تسالي تخدم هذاك الفيديو وتفرج فيه، باش غادي تحس؟ بطبيعه الحال انت غادي تشمئز من راسك وما غاديش تحمل هذاك الفيديو، ولا اللي نفرضك انت كديرها ودخل عليك شي واحد حتى في هذه الحاله ما غاديش تحمل راسك. ونعطيك واحد المثال اللي قوى من هذه الامثله كامله اللي قلت لك دابا. اسمح لي غادي نصدمك، ولكن واش انت يا مدرك لانه كل مره كديرها الله سبحانه وتعالى راه كيكون كيشوفك، وخا تسد عليك الباب بالساروت وتطفي الضو ودير اي حاجه باش تخبى، الله سبحانه وتعالى دائما كيشوف. غير هذه بوحدها خاصها تخليك تعاود تفكر وما عمرك ديرها مازال. دابا من بعد ما كرهتك في العاده السريه غادي نحاول نعطيك شي طرق باش انك ما تبقاش ديرها. بغيت نبشرك باللي فين ما كنتي وصلتي في الادمان ديالك لهاد العاده ضروري كاينه طريقه باش انك تخرج منها. الحاجه الاولى اللي خصك دير هي تعمر وقتك. حاول ما تخليش راسك تجلس بوحدك في البيت وانت ما عندك ما يدير، حيت الاغلبيه ديال الناس كيضعفوا في وقت الفراغ ديالهم وكيتمكن منهم الشيطان وكيطيحوا في نفس الغلط. الحاجه الثانيه حاول تكون كدير الرياضه. الرياضه واحد النقطه مهمه اللي ما خصكش تحقرها، حيت غادي تستهلك فيها الطاقه ديالك وغادي تدخل للدار غتبقى تبان لك غير الماكله والنعاس. الحاجه الثالثه هي انك تكون صريح مع راسك، تعترف باللي انت راك مدمن على هذيك العاده. كيف ما كيقولوا راه نصف الحل كاين غير في انك تعرف المشكله. يعني الا كنت انت مدرك لانك مبلي بهذه العاده السريه وعندك واحد الاراده داخليه باش انك ما تبقاش ديرها، كن على يقين غادي تنجح وما غاديش تبقى ديرها. والحاجه الاخيره واللي هي اكثر اهميه من هادشي كامل اللي قلت لك، حاول تبقى دائما قريب من الله سبحانه وتعالى. قرا القران، صلي صلاتك، وخلي دائما الله معاك في الحياه اليوميه ديالك، وخلي دائما في راسك بلي راه الله سبحانه وتعالى كيشوفك في اي بلاصه وفي اي وقت. نقطه مهمه بغيت نشير لها قبل ما نسالي هذا الفيديو، ما تبقاش تلوم راسك، حاول دائما ما تقسيش على راسك، تقبل ذاتك بالعيوب ديالها كامله. وراه حتى واحد في هذه الدنيا هذه ما كامل، وراه حتى واحد في هذه الدنيا ما معفي من الذنوب، راه كاملين غارقين ذنوب غير الله سبحانه وتعالى اللي ساترنا. طبيعي جدا انك تغلط، وعادي انك تبقى تطيح وتنوض، وراه بغيتي ولا كرهتي غادي تبقى تغلط وتعاود تغلط. الله سبحانه وتعالى اللي خلقنا هو اللي عارفنا اكثر من ريوسنا، وهو اللي قال لنا باللي احنا غادي نغلطوا بغينا ولا كرهنا، غير هو فاش نغلطوا نعاودوا نوضوا ونحاولوا نصلحوا الغلط ديالنا. كان هذا هو الفيديو ديالنا على العاده السريه وعلى الافلام الاباحيه. حاولت نهضر معكم بواحد اللغه مفهومه باش الرساله ديالي توصل لكاع الناس اللي غيتفرجوا في هذا الفيديو. ما تنساش تبارطاجيه مع صاحبك ولا صاحبتك باش تعم الفائده. ولا وصلتي معايا في الفيديو حتى لهنا كنبغي نقول لك شكرا بزاف. ما تنساش دير معك واحد لايك سبسكرايب وتفعل الجرس. خلي لي في كومونتير اي مشكله كتواجهوها، مثلا ما كتقدرش تركز في الحفاظه ديالك، ما كيجيكش النعاس بالليل، ما كتقدرش تفيق الصباح، اي حاجه مبرزطاك. واكثر مشكل غادي تعاود في الكومونتيرات غادي نحاول ندير عليه فيديو كامل ولقاو ليه حل ان شاء الله. الهدف من هاد الفيديوهات كاملين هو نحاولوا نصلحوا الاغلاط ديالنا ونوليو ان شاء الله احسن فيرسيون من نفوسنا. الى كيعجبك هذا النوع ديال المحتوى مرحبا بك في القناه ديالي. كان معكم محسن شاهر، تهلاو.